إلى أخبار المنتخب الوطني واتحاد الكرة، حيث كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجماهير ستعود إلى المدرجات بداية من مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري. وأضاف أبو ريدة في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر المصري والتي تجمع الأهلي والمصري يوم 12 يناير المقبل أنه تم إقرار السلام الوطني لانطلاقه قبل أي مباراة في الدوري لزيادة الحافز الوطني لدى الجميع. أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على أن الإعداد لمعسكر الفريق في شهر مارس المقبل يسير وفق ما هو مرسوم له وما تم الاتفاق عليه وأهمية الهدف من أجله وهو المشاركة في كأس العالم. وأضاف مدير المنتخب الوطني أنه بصدد الإعلان عن تفاصيل جديدة للمعسكر خلال الأيام المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مباراة البرتغال الدولية الودية والمقرر إقامتها يوم 23 مارس بسويسرا لا توجد حولها أي مشاكل من أي نوع، نافيا ما تردد في بعض المواقع الإخبارية من أن المباراة تصادف عوائق مالية. استبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي التعاون السعودي من استفتاء افضل حارس مرمى لعام 2017 والدخول للتشكيل المثالي للعام. واعلن عن تنافس ثلاثي للدخول بالتشكيل المثالي للعام بين ايمن المثلوثي حارس تونس والنجم الساحلي وايمن ماجد حارس المغرب والفاس المغربي وانوجو حارس مرمى سان داونز ومنتخب اوغندا.